مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم حلقة جديدة من العرب في أسبوع. زيارة ناجحة إذن أجرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى القاهرة، كللت بلقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد أيضا من كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال. هادي في مباحثته مع الرئيس السيسي بحث تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر. رسائل قوية تخللت تلك الزيارة من جانب الرئيس السيسي، أكد فيها دعمه لاستقرار اليمن ولقرارات شعبها، مشددا أيضا على أن مصر لن تسمح بأن تصبح اليمن موطئ نفوذ لقوى غربية في المنطقة. لتسليط الضوء أكثر على الملف اليمني وتحديدا زيارة الرئيس هادي إلى القاهرة، معنا في الاستوديو الأستاذ صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية. تحياتي لك أستاذ صالح. أهلا بك. يعني خلال المؤتمر الصحفي المشترك رئيس السيسي بعث بعدد من الرسائل القوية والهامة، كان أبرزها أهمية توقيت هذه الزيارة تحديدا من قبل الرئيس اليمني إلى مصر في ظل هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من عمر الوطن اليمن الشقيق. تقييمك لتلك الزيارة في هذا الوقت تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصر دولة محورية، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون هي الحاضن لكل الدول العربية، وخاصة عندما يعني يبدأ الخطر يتربص بالكثير من الدول من ضمنها اليمن. السيسي ليس رئيسا لمصر، السيسي وطن نلجأ إليه عندما تشتد بنا المصاعب والمصائب. الزيارة كانت ناجحة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من خلالها أن مصر ما زالت الدولة القوية التي تستطيع أن تصد عن اليمن وعن الوطن العربي بشكل عام أي عدوان، بما في ذلك محاولة دول كثيرة جدا على رأسها إيران يعني الدخول باتجاه اليمن أو تلويث اليمن أو محاولة تهديد اليمن وكذا دول الجوار كالمملكة العربية السعودية. لذلك أستطيع أن أقول أنها واحدة من أهم الزيارات الناجحة للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي خرج فيها بالكثير من النجاحات التي حتما ستكون نتائجها وثمارها قريبة بشكل كبير جدا. نعم. من الرسائل أيضا الهامة، أو ربما هي رسالة ثانية تحديدا، كانت ضرورة تضافر جهود الدول العربية لدرء الأخطار المتصاعدة التي باتت يعني تهدد جميع الدول العربية بشكل عام، وأيضا يعني تسعى لتغيير واقع الشعوب والشعب اليمني الشقيق. كيف يمكن تحقيق هذا التكاتف والتضافر للجهود من أجل تحقيق هذه المصلحة اللي هي عامة في الحقيقة؟ أعتقد أن التحالف العربي واحد من أهم الركائز الأساسية التي نعول عليها بعودة اليمن. والتحالف العربي هو قبل أن يكون مشروع سعودي خليجي هو مشروع مصري، كان الغرض منه ليس في اليمن فقط وإنما لحماية الكثير من الدول العربية، على سبيل المثال سوريا، ليبيا، العراق. فكانت هذه البداية الأولى والنواة الحقيقية لتعاون عربي من خلال التحالف العربي، واعتقد انه اكبر تحالف حتى الان، اكبر قوه عربيه متحالفه في اطار تحالف واحد هو ما يحدث اليوم في اليمن. واعتقد انه استمرار هذا التحالف بقياده المملكه العربيه السعوديه وبدعم من دول الخليج وعلى راسها الامارات وبمسانده قويه جدا من مصر، قادر اليمن على تجاوز ازمته، خاصة أنه أصبح اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار، وأصبحت كل جبهات القتال ممسك بها الجيش الوطني. نعم. سواء في الساحل الغربي أو في نهم أو في صعدة أو في مارب أو في البيضاء أو في بيحان، كل الجبهات يحقق فيها الجيش الوطني انتصارات، وهذا يؤكد بأن النصر لليمن وعودة اليمن التي اختطفتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا أصبح
قريبا جدا. نعم، الرئيس أيضا دائما يعني يتحدث عن ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وأنها أهمية قصوى ليس فقط للأمن القومي اليمني لكن أيضا للأمن القومي المصري، وربما دائما يتحدث عن الأمن القومي اليمني والخليج بشكل عام، وأكد على هذه النقطة في أكثر من رسالة وفي أكثر من محور حديث، خاصة يعني هو أكد بشكل واضح رفضه القطع لتحويل اليمن لموطئ قدم لنفوذ غير عربي. كيف أيضا قرأت هذا كلام وهذه التأكيدات؟ سبق لليمن أن كانت يوما ما يعني مساندة لمصر في مسألة المياه الإقليمية والجزر، خاصة في حرب 73 عندما فتحت اليمن كل جزرها لاستخدام من قبل الجيش المصري. لذلك الجيش المصري يعي أهمية هذه الجزر، ويعي أنه محاولة السيطرة عليها أو الاقتراب من هذه المياه الإقليمية قد لا يهدد اليمن وحدها، وإنما سيهدد الخليج ومصر. لذلك مصر لن يسمح لإيران، لن يسمح لكائن من كان من هذه الدول بأن تقترب أو تشكل خطر على أمن واستقرار البحر الأحمر وكذلك المياه الإقليمية في اليمن أو المملكة العربية السعودية. نعم، يعني تأكيدات الرئيس على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. لو تحدثنا عن موقف مصر تحديدا في هذه القضية، كيف يرون من يهددون تلك المناطق الاستراتيجية أو يحاولون السيطرة عليها بشكل أو بآخر هذا التكاتف وهذه الجهود المصرية في محاولة ردع أي محاولة من هذا النوع؟ حاول الحوثيون أكثر من مرة، لكن أعتقد أن كان مصر هي صمام الأمان الحقيقي للمضيق باب المندب وكذلك البحر الأحمر. حتى عندما تم استهداف البارقة السعودية، بارقة النفط السعودية، استهدفت بالمياه الإقليمية الدولية القريبة من المملكة العربية السعودية ومن اليمن. لكن مصر كانت سباقة في درء أي خطر في هذه المنطقة، إذن لا نشعر بالخوف ولا الخطر على مضيق باب المندب أو على البحر الأحمر طالما البحرية المصرية ما زالت هي صمام الأمان والحامي القوي لهذه المنطقة. وستستمر يعني المعارك في البر، ونحن نشعر بأمان بأن البحر أصبح بأيدي أمينة وهي مصر. مصر أم الدنيا، تستطيع أن تحمي المياه الإقليمية، لا تحمي المياه الإقليمية فقط بل ستطرد كل من تطاول أو حاول مجرد محاولة فقط لاختراق هذه المياه، سواء باتجاه الخليج أو باتجاه مياه البحر الأحمر. كما قال السيسي في خطاب سابق، هي مسافة طريق فقط. نعم. قال لا تخشوا على هذه الدول، هي بس مسافة طريق. هتلاقونا نقف دائما مع أي دولة يعني يتقدم يعني يعترض خطر أو تحاول أي دول بما في ذلك إيران تهديد أمنها أو استقرارها. نعم، رئيس السيسي أيضا رحب خلال حديثه بجهود المبعوث الأممي لليمن ومحاولة استئناف المفاوضات مرة أخرى يعني وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دوليا. دعم كهذا، الدعم لهذه الجهود المتواصلة من أجل الوصول إلى حلول يعني سلمية للأزمة اليمنية، كيف يحمل في طياته الرسائل إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران؟ منذ البداية الحكومة اليمنية تعاطت مع كل المبادرات، مع كل الرؤى التي من شأنها إحلال السلام بإيجابية كبيرة جدا، وأبدت استعدادها للتعاطي معها، لكنها كانت دائما ما تواجه تعنت ورفض الميليشيات. أعتقد في الفترة القادمة أو في هذه الفترة أصبحت الميليشيات تعيش حالة اختناق، وأصبحت هي الآن الأضعف، وبالتالي سيتم إجبارها على الجلوس على طاولة المشاورات. وكما ذكرنا في مقابلات سابقة، الشرعية
أو الرئيس عبد الرب منصور هادي أو قيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أبدو حتى في المسودة التي تم تقديمها استعدادهم لتقبل أي حلول للسلام طالما هي تعتمد أو تحت إطار المرجعيات الثلاث، القرار 22/16 وكذلك المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. تمام. نحن أهم ملامح ربما هذه المسودة نحن لا نختلف نتحدث عنها، نحن لا نختلف مع مارتن غرفت حول 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 مسألة إحلال السلام أو حول الجلوس على طاولة المشاورات. نحن نختلف أنه هل يستطيع المبعوث الأممي أن يقدم ضمانات حقيقية من هذه الميليشيات، خاصة أنها سبق لها أكثر من مرة أن تعهدت ثم نكثت العهود، وبالتالي الحكومة اليوم تقول كذا ليس الغرض تغيير المبعوث الأممي بقدر ما هو إيجاد الشريك الحقيقي الذي يستطيع أن يقف مع الحكومة ليتحدث معها ويستطيع أن يعطيها وعود حقيقية تنفذ. طيب. وليس وعود غير. في هذا الإطار وأنتم تبحثون عن ضمانات حقيقية من الجانب الحوثي، ربما ما هي الضمانات الحقيقية التي طرحتموها على طاولة الحوار، وما هي أيضا أهم النقاط التي جاءت في المسودة الخاصة بالمبعوث الأممي إلى اليمن؟ طلبنا أولا بتسليم السلاح وتسليم السلاح والخروج من المدن وإعادة المؤسسات الدولة المخطوفة، هذه تكاد تكون هي الخطوط الأولى، ثم يلي ذلك مراحل أخرى متمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية لدينا المرحلة الثالثة المتمثلة في إعادة الدستور والتصويت على الدستور وتشكيل لجنة العليا للانتخابات، وكذلك تأتي بعد ذلك الانتخابات الرئاسية كمرحلة ثالثة. نعم، ربما يعني في الأيام السابقة تحدث يعني البعض من جانب دولة الإمارات أنه ليس فقط الحوثيين هم الهدد، عفوا يعني الخطر الذي يهدد اليمن بشكل مباشر، لكن أيضا هناك خطر القاعدة. إلى أي مدى يضرب خطر القاعدة بجذوره في تهديد استقرار اليمن، وأيضا مدى العلاقة ربما التي تربط ما بين الطرفين الحوثي والقاعدة؟ الإماراتيين كانوا مصيبين في ذلك على اعتبار أنهم موجودين في أرض المعركة أو في الميدان، وقد لاحظوا الكثير من ذلك وقد تابعت برضو الأجهزة الأمنية. القاعدة موجودة وهي على اتصال مباشر وتنسيق كامل مع الحوثيين، وبالتالي معركتنا القادمة ليست معركة الحوثيين فقط، ستكون معركتنا أيضا مع ليس مع القاعدة فقط وإنما مع كل التيارات الإسلامية الجهادية التي نشأت في الفترة الأخيرة وتشكلت على شكل ميليشيات، وبالتالي أصبحت هي تهدد المواطن وأصبحت تهدد الوطن تهديد لا يقل يعني خطورة عن الحوثيين. نعم، كيف تقيم أو ما هو دور دولة الإمارات العربية الشقيقة أيضا في هذا الصدد تحديدا عندما تحدثت عن هذا الخطر الذي يواجه أو يعني دولة اليمن الشقيق، فأيضا ما هي دورها في هذا المحور تحديدا؟ سبق للإمارات، الإمارات أكثر دول تحالف يعني متابعة لهذا الملف، وسبق لها وأن استطاعت مع النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية مطاردة هذه فلول هذه الميليشيات أو هذه المجاميع من حضرموت وطردتها من شبوة، فأعتقد التجأت إلى البيضاء. لكن دولة الإمارات المتحدة لها دور كبير جدا في محاربة هذه الميليشيات لإدراكها في خطورتها. أعتقد أن الإمارات لديها يعني معرفة واسعة حول هذه الميليشيات، وهي الآن تكثف جهودها للقضاء عليها لإدراكها إدراك حقيقي بأن خطرها كما ذكرت في البداية لا يقل خطورة عن الحوثيين، بل هي أكثر خطورة لأنها تمارس الآن أساليب التفجيرات، أساليب الاغتيالات، كل التفجيرات
تقوم به هذه الميليشيات أو هذه التنظيمات الجهادية. نعم، الرئيس اليمني تحدث عن أهمية الدور المصري في دعم وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص، تطلع أيضا إلى ضرورة تكثيف ربما التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. كيف ترون أهمية هذا أو هذه الإشارة من الرئيس اليمني، وما هي المجالات ربما التي يحتاج الشعب اليمني الشقيق فيها دعم من الجانب المصري؟ عبد الرب منصور هادي رئيس يمتلك الحكمة والحنكة، وبالتالي كان يدرك دور مصر، وكان سعيد جدا بنجاح هذه اللقاء مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكلل اللقاء بحل الكثير من القضايا التي كانت قضايا عالقة، لكن ربما تكون أهم هذه القضايا هي خطر البحر الأحمر وقيام مصر بطمأنة الرئيس وطمأنة الجانب اليمني بأن لا خوف على البحر الأحمر طالما مصر ما زالت هي من تمسك بهذا الملف. أما فيما يخص مجال التعاون، مجال التعاون كثير جدا، لعل أهم ما تم توقيعها بحضور الرئيس السيسي والرئيس عبد الرب منصور هادي ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري. اليمن بحاجة إلى إعادة تأهيل في مجالات مختلفة، ليس في مجال التعليم، في مجال الإعلام، في مجال الاقتصاد، في مجال الصحة. مصر قادرة على يعني دعم اليمن في هذه المجالات، خاصة أنها سبق لها منذ قيام الثورة وقدمت الكثير والكثير من التعاون لليمن في مجال التعليم والصحة والاقتصاد. نعم، يعني الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط أكد خلال استقباله الرئيس اليمني استمرار الجامعة في الدفاع عن الشرعية للدولة اليمنية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن أيضا. ما هو الدور المنوط من جامعة الدول العربية برأيك في دعم مثل هذه القضايا ودعم القضية اليمنية تحديدا؟ الدكتور أحمد أبو الغيط يكاد يكون واحد من القيادات التي تسعى إلى لعب دور كبير جدا في ما يحدث في اليمن، وسبق أن كانت الدورات السابقة من اجتماعات جامعة الدول العربية يعني يتم إفراد مساحة كبيرة جدا لليمن، لكننا نقولها وهذا للأسف ما زال دور جامعة الدول العربية دور ضبابي، لم يصل إلى المرحلة التي نحلم بها كيمنيين. كنا نتمنى أن يكون للجامعة دور أكبر مما تقوم به اليوم. ما زال دورها محصور في الإدانة أو في البيانات، لم تتحرك الجامعة، لم ترسل وفود حقيقية باستثناء وفود حول مجالات إنسانية، لكنها لم تتحرك تحرك حقيقي سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر منظمات أخرى كالاتحاد الأوروبي للوصول في حل حقيقي في اليمن. لذلك نتمنى من جامعة الدول العربية في المرحلة القادمة أن يكون دورها أفضل وأكبر وأوسع وأشمل مما تقوم به الآن، لأن حتى الآن لم تقم بشيء نستطيع أن نقول إن الجامعة عملت شيء للأزمة في اليمن. طيب، وفي سياق ما ذكرت، ما هو المطلوب من جامعة الدول العربية في نقاط محددة للقيام بدورها كما ينبغي تجاه الأزمة اليمنية؟ التحركات مطلوبة من الأمم المتحدة سواء على مستوى وزارة الخارجية، سواء على مستوى إيصال صوت اليمن إلى المجتمع الدولي، سواء من خلال عمل ما يشبه عملية ضغط على ما تقوم بإيران، التحرك في ما بين يعني تشكيل مبعوث يتحرك ما بين صنعاء وبين الشرعية. يجب أن تتحرك كجامعة، هي جامعة الدول العربية، مهمتها الحقيقية هي لملمة الصف العربي ويعني درء الأخطار عنهم. طيب،
أيضا كيف قرأتم التصريحات الأمريكية التي صدرت للجانب الإيراني يعني كانت بلغة الحقيقة شديدة بعدم العبث بمضيق باب المندب أو الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية والهامة كما ذكرنا من قليل؟ كيف قرأت هذه التهديدات من الجانب الأمريكي؟ الجانب الأمريكي أيضا في ما يحدث في دول الخليج أو في منطقة الخليج بشكل عام واليمن بشكل خاص ما زال موقفه لم يتضح بشكل يعني جلي. انحصرت كل تحركاته بإدانات، لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إيران رغم الإثباتات بأن إيران تحاول العبث ليس بأمن واستقرار اليمن فقط وإنما حتى بأمن المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ. الصواريخ التي تم ضبطها كانت إيرانية. حزب الله يتدخل في اليمن وهو أحد الأذرع الإيرانية في لبنان. الموقف الأمريكي يعني يكاد يكون محصور في عملية التحذير والتهديد والتنديد، لكنه لم يصل بعد إلى محاولة لعب دور أساسي وحقيقي لإيقاف ما تقوم به إيران في المنطقة. إيران اليوم تعبث والولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى من خلال يعني ما وجهته الإدارة الأمريكية لإيران من خلال إرسال ضربات يعني قوية في حال العبث بحال أو بأمن هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة كما ذكرنا. أكثر من مرة نسمع مثل هذه التصريحات لكننا نرى قعقعة ولا نرى طحينا. ما زالت مجرد ظاهرة صوتية أكثر ما هي حقيقة. ماذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وهي ترى تعبث بهذه الطريقة؟ خاصة أن إيران أيضا لا تعبث بالولايات المتحدة الأمريكية وسائرة في غيها نحو تغيير خارطة المنطقة من خلال اللعب في إيران في سوريا من خلال حزب الله في لبنان، وهي الآن تحاول العبث في اليمن. لكن الدول التحالف غيرت المملكة العربية السعودية والإمارات أكيد سيقطعوا اليد التي تمتد إلى هذه المنطقة. إذن هي ليست إيران فقط ولكن قطر ربما، وكان لكم تصريحات سابقة تحدثتم فيها عن قيادة قطر متمثلة في قناة الجزيرة المنبر الإعلامي لها وأنها أيضا المنبر الإعلامي للحوثيين عبر التمويل والتوجيه الفني وغيرها من الأمور. كيف أثرت قطر وإعلامها وقناتها الجزيرة في دعم صورة الإرهاب الحوثي بشكل كبير وامتداده؟ اليوم لم تعد قطر تلك الدولة التي كانت لها تلك الصيت وتلك المكانة. لم تعد القناة الجزيرة تلك القناة التي تحرك الشارع العام. أصبحت اليوم هي كالأفعى بلا مخالب، وبالتالي انحصر دورها فقط في عملية التمويل في عملية التدريب والتأهيل، لكن صوتها لم يعد ذلك الصوت الذي يرعب أو ذلك الصوت الذي يخيف. أصبحت اليوم لا حول ولا قوة لها منذ أن تعرضت لعملية الحصار. أصبحت بحاجة إلى من يعينها لا أنذا. أصبحت تستجدي، أنا أستطيع أقول أنها أصبحت تستجدي، وأصبح الكثير لا أعتقد أن هناك من يتابع قناة الجزيرة إلا ثلة من الأخوان المسلمين ليروا انتصارات وهمية ترسم لهم هذه القناة ترسمها في خيالاتهم قناة الجزيرة. لكن لم يعد الجزيرة كانت عندما بدأت أو عندما كانت يوما ما هي الجزيرة كانت قد غزت كل بيت. أما اليوم فقط خرجت دليلة من كل بيت. نعم، معنا على الهاتف سيادة العميد عبدو مجلي الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية من مأرب. تحياتي لك سيادة العميد. يا أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذن هي مكاسب ربما يعني حققتها القوات الشرعية اليمنية في مأرب ومحافظة حجة وصعدة، تقييم يعني مدى أهمية هذه المكاسب التي تحققت في تلك المواقع الهامة وسيطرة القوات الشرعية عليها؟
أولا نشكرك أختي الكريمة، كما نشكر أيضا المشاهدين الكرام لقناة تن الفضائية. أختي العزيزة، الجيش الوطني وبالمقاومة الشعبية وبالإسناد المتواصل من طيران التحالف العربي يحقق انتصارات كبيرة وهامة وانتصارات على الأرض. هذه المكاسب الكبيرة والتقدم على الأرض أفقد الميليشيات الانقلابية القدرة على السيطرة على ميليشياتها المنتشرة بالمناطق التي تسيطر عليها. استطاع الجيش الوطني أن يحجم الميليشيات الانقلابية. الميليشيات الانقلابية فعلا أختي العزيزة فرت من الضربات المركزة للطيران المقاتل والأبطشي وأسلحة الجيش الوطني. الجيش الوطني اليوم يتمتع بمعنوية عالية وعدالة قضية وثقة بالقيادة والقائد والسلاح. الجيش الوطني اليوم أكثر عدة وأكثر إعداد وأكثر تدريب. الجيش الوطني اليوم أكثر تماسك، يتمتع أيضا بالحاضنة الشعبية، بينما الميليشيات الانقلابية لا توجد لديها عدالة قضية ولا روح معنوية ولا حاضنة شعبية. هذه الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران والمنفذة للأجندة الإيرانية تتلاشى يوما بعد يوم. التقدم اليوم على الأرض ملموس، كل يوم هناك تقدم لجيشنا الوطني سواء في محافظة صعدة، في جبهة الظاهر، مديرية الظاهر، منطقة الملاحيض. استطاع الجيش الوطني أن يحقق مكاسب على الأرض وأن يقترب نحو جبل مران. هذا الجبل الاستراتيجي الذي بالسيطرة عليه ستكون مديرية الظاهر غالبيتها تحت السيطرة. أيضا أن هناك مخابئ للميليشيات للأسلحة في تلك الجبال العالية في محافظة صعدة. سيتم استعادتها إلى الجيش الوطني. أيضا هناك انتصارات حقق الجيش الوطني في مديرية باقم بعد سيطرته على السلاسل الجبلية والتباب والأماكن الهامة والاستراتيجية. استطاع أن يحكم الحصار على مركز مديرية باقم والتي ستكون أولى المديريات في التحرير. هناك أيضا السيطرة النارية على عدد من مواقع الميليشيات الانقلابية الحوثية. تم أيضا قطع السيطرة على الخط الدولي وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات في محافظة حجة. هناك انتصارات كبيرة وخاصة في مديرية حيران، هذه المديرية التي يدين غالبية سكانها بالولاية الشرعية. الميليشيات الانقلابية في مديرية حيران فرت الأدبار من الضربات المركزة. الجيش الوطني يتقدم في آل الدنان وبني فاضل وقرى الخوارية وكافة المناطق المحيطة ويتقدم نحو مركز مديرية حيران، وكذلك التقدم نحو مثلث عاهم الذي سيكون مفتاحا ومنطلقا لتحرير بقية محافظة حجة من قبضة الميليشيات الانقلابية. أيضا تقدم في جبهة حراز، التقدم أيضا في الساحل الغربي وخاصة في الاتجاه الشرقي نحو مدينة زبيد وكذلك نحو التحيتة. التحيتة استكملت وأيضا الدريمي تم السيطرة على مركز مديرية الدريهمي. لا يباقي هناك بعض الجيوب وبعض القناصة وأماكن تمركز الألغام. الجيش الوطني اليوم يقوم باستخراج تلك الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية تمهيدا لإعادة السكان التي هجرتهم الميليشيات الانقلابية والذي أيضا اتخذت منهم دروع بشرية. أختي العزيزة، أيضا هناك انتصارات في برط العنان في محافظة الجوف. استطاع الجيش الوطني أن يحقق التقرب الكبير نحو مركز المديرية ونحو السيطرة على عدد من السلاسل الجبلية الهامة والحاكمة. انتصارات أيضا في محافظة البيضاء وبعد تحرير كثير من المواقع في منطقة طلحة. استطاع أن يحقق التقرب يوما بعد يوم نحو مفرق عفار، هذا المفرق الذي سيكون مفرقا ومنطلقا أيضا لاستكمال تحرير محافظة البيضاء. الانتصارات متوالية، الجيش الوطني في تقدم مستمر، الميليشيات تتلاشى، وعما قريب سيكون هناك انتصارات أخرى إن شاء الله نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك على كل هذا الشرح والإيضاح سيادة العميد عبد مجلي ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية من بأرب، شكرا جزيلا لك. طيب العودة إليك مرة أخرى سيد صالح، في نقاط محددة كيف نستطيع في المرحلة المقبلة تحجيم نفوذ ميليشيا الحوثية بشكل كبير في أو على الأرض؟ من الواضح أنه هناك عدة أشياء حصلت للميليشيات، لعل أهمها أنه مخزونها البشري بدأ ينفذ. يعني الآن هي مخزونها من العتال والأفراد أوشك على الانتهاء،
وهذه نقطة هامة جدا تؤكد بأنها في طريقها إلى الصعود. لدينا نقاط أخرى متمثلة في بالوقت الذي ينفذ فيه العتال والأفراد للميليشيات، هناك تدفق كبير جدا من الجيش الوطني الذي أصبح اليوم أكثر تدريبا وأكثر تسليحا يتجه إلى الجبهات. نعم. إذن بالمعادلة من الواضح أن هذا يضعف وهذا يتقوى، وبالتالي هذه واحدة من النقاط التي نعول عليها بأنه يتم حسم المعركة. اثنين، هناك تحركات حقيقية لانتفاضة شعبية من قبل المواطنين. المواطنين بدأوا في مناطق كثيرة جدا يتحركون، وبالتالي ستكون سيرافق عملية الاقتحام انتفاضة شعبية من الداخل، وستجد الميليشيات نفسها ملفوظة من شعبيا وعسكريا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا يعني عزيزا علينا في هذه الفقرة، وشكرا لك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا، فاصل بعد الفاصل، حديث حول العملية الأمنية في الأردن بالتفصيل، ولكن بعد الفاصل.